ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. ابتدائية الجديدة تصدر حكمها على البرقادي ومن معه. قضت غرفة الجناح التلبسية بابتدائية الجديدة بمؤاخذة اليوتيوبر سيمو البرقادي بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك بجنحة نشر وبث ادعاءات كاذبة والقذف والتشهير والإخلال العلني بالحياء العام. كما أدين شقيق اليوتيوبرز إلياس المالكي بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة نشر وبث ادعاءات كاذبة. هذا وأدين كذلك المتهم الثالث الملقب بالدعدوع بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم بعدما كان متابعا في وقت سابق في حالة صراح بجنحة المشاركة في بث ونشر ادعاءات كاذبة.